هيرسوتيزم من ويمن دكتور ماجد طمان، الجزء الثاني. الجزء الاولاني قلنا الاسباب والاعراض. الاعراض طبعا شعر زايد واكني او حبوب شباب، وممكن تكون الدوره مضطربه. العلاج ازاي؟ احنا اتفقنا ان العلاج في شويه حاجات بنتفق عليها، ان واحدة عندها هيرسوتيزم سريع وعندها فيراليزيشن زي اللي في الصورة هنا، وخصوصا لو لقينا ابدومينال ماس او بلفيك ماس في الاكزام، الناس دي عايزين ورك اب سريع ونشوف اذا كان عندهم الورم ده ويتشيل، ممكن يكون حميد او خبيث. تاني معلومة هامة، ان ستات كتيرة عندها مايلد هيرسوتيزم ونورمال منسز دونت ريكواير لاب ورك اب، يعني عندها الشعر زايد خفيف والدورة عندها طبيعية، مش محتاجين قوي نعمل لها انفستيجيشن كامل، لان غالبا ما بنلاقيش او الهرمونات بسيط لما تكون زايدة. المهم الستات دول بس بنعالجهم بالطرق اللي بيشيل بيها الشعر، او ممكن نديهم حبوب من الحمل. الستات بقى اللي هما معظمهم بوليسيستيك اوفري، اللي عايزين يعالجوا الشعر الزايد ده ومش عايزين يحملوا، بنحطهم على حبوب من الحمل. يعني ساعات بتفيد الاتنين، تيجي لنا ست مثلا مخلفه عندها عيلين ثلاثه وعايزه ما تجيبش ولاد دلوقتي، وعندها الشعر زايد، فبنضرب عصفورين بحجر، بنعالج الشعر الزايد وفي نفس الوقت بنمنع الحمل بحبوب من الحمل. لو بصينا بسرعة على أسباب الهيرسوتيزم، هتجد البوليسيستيك أوفري معظم الحالات حوالي 80%، يعني حوالي 3/4 الحالات هي من البوليسيستيك أوفري. بنشخصه ازاي؟ بيبقى عندهم غالبا الريجولار منسس، دوره مش مضطربه، شويه الليفيشن في الاندروجين بتبقى غالبا بسيطه مش كتيره، وفي سنتر اوبيستي، في اكانسوزيس نيجريكانس، في انفيرتيليتي، انسولين ريزيستنس، الكلام ده كله بيمشي مع البوليسيستيك اوفري. وسنتر غالبا يعني شكلهم مميز في الاكزام، خصوصا في الوزن واللي زايد ده والسنتر اوبيستي والاكانسوزيس. تاني حاجة الايديوباثيك هايبر اندروجينيميا، دول بعض الستات بيبقى عندهم اندروجين زايد بسيط، وتلاقي الدورة منتظمة والاوفرز بتاعتهم كويسة، ما فيهاش البوليسيستيك اوفر زي اللي قبلها، وما فيش سبب، ما عندهاش أي سبب، فنقول ايديوباثيك هايبر اندروجينيميا. وفي ايديوباثيك هيرسوتيزم، إن واحدة كمان زي اللي فوقها بس الاندروجين ليفلز كمان كويسة، كل حاجة كويسة، ما فيش اي لاب ابنورمالتي او الترا ساوند ابنورمالتي، ودي ساعات بتبقى ريشيال، يعني بعض الجنسيات كده اللي في البحر المتوسط او كلام من ده، اللي عايشين حول البحر المتوسط، تلاقي ستات كده ايطاليان جريك، الناس دول بتبقى عندهم الشعر زايد شويه بس ما فيش مرض، نقول عليها ايديوباثيك هيرسوتيزم. نيجي بقى على حاجه زي الادرينال هايبربريزيا، اللي هي حاجه بتاعت 2% ل 4% نادره، اللي قبلها كانت 4 ل 6% ل 7%، واللي قبلها برضك الهايبر اندروجينيميا برضك حاجه بسيطه حوالي 10%، يعني كل الحاجات دي بسيطه. قلنا البوليسيستيك اوفري هي الاهم حاجه اكتر حاجه. الادرينال هايبر بليزيا ممكن نجد فيه فاميلي هيستوري، ممكن نجد بعض الجنسيات زي اشكنازي جوس، نوع من معين من اليهود او الاسبان. وطبعا لو كلاسيك فورم يبقى امبيجيوس جينيتاليا في البيرث، بس غالبا العينه من بدري بيعرفوها. النون كلاسيك اللي هي بنشوفها احنا في الادلت اندوكرينولوجيست، غالبا بتبقى ليت اونست، بتظهر لهم بس وقت البلوغ، يبقى عندهم دوره مضطربه وعندها زياده هرمونات. وبعدين نشوف ال 17 هيدروكسي بروجستون، هنلاقي عالي اكتر من 200، وبعد ما ندي لهم الحقنه بتاعت الكورتيكوتروبين سيموليشن تيست تلاقيه اكتر من 1000. الاندرين سيكريتنج تيومر حاجه نادره، حوالي اهو
اقل من 30 في الالف. دول بقى رابيد اونست هيرسوتيز، وبعدين الفيراليزيشن السريع ده، والابدومينال ماس، وبعدين عندهم بقى التستوستيرون غالبا اكتر من 200 ان جي بير ميل بير ديسيلتر. 200 اوبس اكتر من 200 ان جي بير ديسيلتر. يبقى ده ما يميز هذا النوع. طبعا دول اكتر ناس بنخاف ايه عليهم، لان دول عندهم ورم ولازم نشيله بسرعه عشان ما ياثرش حتى على حياتهم. فهو نادر، بس لو جه كلاسيك، المظاهر بتاعته كلاسيك، ان يجي لهم شعر بسرعه بينمو، والمصل ماس زايده، والبودي كونتور متغير مش زي في ميل، شكلها زي الميل، وعندها فرونتال بولدنس، الشعر اللي واقع ده قدام الصلعه بتبقى زي الرجاله، وبتبقى الكليتورس عندهم كبير اكبر من 1 سم. كل الحاجات دي تقول لك خد بالك دي ورم ولازم تعملها بسرعه. ياتروجينيك هيرسوتيزم، يعني الدواء انا اديته وزود لي الشعر. دي طبعا بنرجع للسته الادويه ونراجعها، يعني صعب الدكتور يحفظ كل الاسامي، مش مطلوب منه يحفظ كل الاسامي، هو بس لو لقى دواء جديد خدته العيانه وجالها شعر زايد، يبقى مطلوب منه يعمل تشيك ويشوف الدواء ده هل هو السبب من الادويه اللي ممكن تعمل الكلام ده. الاكروميجالي طبعا والكوشنج والهايبربرولاكتينيميا والثايرويد ديسفانكشن كلهم ممكن يعملوا لك هيرسوتيزم، بس غالبا عندهم اعراض تانية. يعني صعب العين يجي لك لوحده يقول لك انا عندي بس شعر زايد ويكون مرض من الامراض دي، ده الاربعه اللي احنا قلنا لهم كوشنج والهايبربرولاكتينيميا. غالبا الاعراض التانية بتبقى ايه ظاهره اكتر، ده هو يمكن يقول لك باي ذا واي، او انت يمكن تساله، لكن ما بيكونش العرض اللي بيهمه قوي. يعني اكروميجلي عارفين الالام اللي في المفاصل والحاجات الكتيره اللي بيجي منها تعبان، تتعبه اكتر من الشعر. الكوشنج مثلا الوزن الزايد و والضعف العضلات والضغط والسكر وكل الكلام ده، الهايبربولكتينيميا اللبن اللي نزل من الصدر والدوره المضطربه، الثايرويد ديسفانكشن نفس الكلام ده، الكولد انتورنس والفاتيج والريجولار مينسيس. فالناس دي غالبا مش هتيجي تقول لك ايه شعر زايد، شفناها خصوصا الكوشنج ساعات يجوا بس بالشعر، لكن الاكتر ان احنا بيجوا الاعراض الثانيه. يبقى دي تكمله للجزء الاولاني كوزس. صحيح احنا النهارده تريتمنت، بس ايه هنعدي على الكوزس الاول عشان نعرف التريتمنت. طيب ايه الادويه بقى اللي بنستخدمها لعلاج الهرسوتيزم؟ احنا قبل الادويه طبعا غالبا الستات بيجربوا الايه ريموفابل، الريموفنج الايه الهير بالميثودز اللي هي يقدروا يستخدموها. الحاجات دي ممكن يعملوا ايه؟ ممكن يعملوا شيفنج سهله سريعه فاست اند افكتيف، لو مكنه حلاقه ويشيلوا الشعر، بس طبعا استخدامها هيبقى اوفن، يعني كل شويه لازم تستخدمها كل يومين ثلاثه. وبعدين بعد ما بتعمل شيفنج الهير برضك بيبقى مور كورس، يعني بيبقى ايه بكعب الاكتر الكيميكال ابليشن، الحاجات احنا بنحطها عشان نشيل الشعر دي بتعمل مشاكل، ديرماتيتس التهاب في الجلد، دي زي الواكسينج البوكلينج، وفيها ديسكمفورت طبعا بتضايق العينه، وفيها هايبر بيجمنتيشن بعد ما تشيلها تجد ان في اللون غامق. في طريقه ثانيه احسن اللي هي الالكترولايسيس بالكهرباء او الليزر او الفوتو ابليشن الكترولايسيس. اي طريقه منهم بتجيب احسن بعد ما ايه نعالج بالايه بالادويه، يعني نعالج بالادويه وبعدين نستخدم. طبعا في ستات ما بيصبرش وبيعملوا ده الاول. المشكله ان انت ما بتديش ادويه بيبقى الشعره لسه فيها حساسه، لسه حساسه للاندروجين او لسه في اندروجين في دمها، وبالتالي بيبقى علاجك مؤقت وترجع نفس الشعره دي البويصله دي اللي هي الهير فوليكل دي
وتطلع شعر جديد. لكن انت عايز البويصاله دي نفسها ما تطلعش شعر، مش بويصاله، مش الشعر اللي انت هتشيله، انت هتشيل الشعر بس في نفس الوقت البويصاله يكون احسن تكون عالجتها. لو ان انت عالجتها مثلا من 6 شهور بالدواء، ساعه وقت ما تيجي تشيل الشعر البويصاله مش هتطلع شعر جديد. فدي الفكره. معظم الادويه دي بتاخد